هيك بحسوا أنه شيء غريب أنا بنت بعمري بحجم صغير عم بدي أعتبر، فشي كتير غريب. هاي واضح، أنا اسمي سيما فواز النو، عمري 19. السنة قدمت بكالوريا ونجحت وطلعت الأولى على القطر وبعزف طبل. أنا خلقت ببيت فن، بابا بيعزف إيقاعيات، ماما بتغني. حبيت أني مثل هاي الآلة، هي بين قوسين الطبل. رغبت لها كتير وتأثرت فيها بصوتها العالي. يعني حياتي عبارة عن شيء اسمه هوس بالموسيقى. داعمي الأكبر هو كان أهلي. أول مرة رحت فيها حفلة كانت ماما عاملة حفلة نساء خاصة وبدأ بأنه تبدأ على الطبل. بوقتها كنت شي صف رابع، قمت مسكت الطبل طلعت على الحفلة. كان في شوية تناقضات من خلال المجتمع أني أنا كبنت أنه أعزف طبل وهيك، بس أنا ما حطيت هذا الهدف براسي، ضليت مكملة مشواري، ضليت مستمتعة بشغف الطبل حتى كبرت وصار عندي كتير يعني عالمي وشهرتي. صرت أطلع حفلات عامة مو بس خاصة، طبعا بكل سوريا. مرة نزلت تحدي أنا وبابا بمنتجع وادي الملوك، عملنا فقرة مدتها ساعة. بهي الساعة اللي عملت الفقرة صورت ريلز ونزلت على انستغرام، من خلاله جاب مشاهدات وتفاعلات كتير. طبعا أنا فزت بالتحدي. ديني خدمة. مرحبا، واضح أنا صيبة خلف، بشتغل بمجال الرحلات السياحية والحفلات، وأنا أم لسيما. إحنا عائلة بتهوى الفن، فسيما يعني عندها شغف الموسيقى من وهي صغيرة. بالنسبة لإلي أنا حاولت أختار دائما المكان المناسب اللي تكون فيه سيما، يعني مو كل الحفلات ممكن أنا أبعت ناسبني أنا أبعت بنتي عليها، ونحن طبعا ما بنبعتها، نحن دائما معها. يعني كتير ناس الفكرة يعني استنكرتها وتعرضنا لكتير هجوم أنه بنتك وطبل والقصة والطبل طول عمره للشب، لطالما بنتي ما عم تتصرف شي غلط فأنا معها، لطالما شي حاببته وتميزت فيه أنا معها، ما بيعنيني كتير الآراء لطالما نحنا عم نشتغل شي صح. أول طموح أنه صير أكبر شيف بسوريا وبرات سوريا طبعا، ويصير إلي اسمي. وتاني طموح أنه أسس فرقة خاصة بالطبل، بس تكون هاي الفرقة صبايا نساء تصير كتير مشهورة. بحب أقول لشباب الصبايا إذا كان عندكم هدف حاطينه براسكم، لا تخلوا شيء يأثر عليكم، خليكم ساعيين لهذا الهدف واسعوا لتحقيقه، وخليكم مستمرين فيه بكل حب بكل شغف.